متابعينا متابعي تخص العرب في كل مكان، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم آخر مستجدات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم بال 24 ساعة المقبلة. هنالك توقعات بتشكل الصقيع لهذه الليلة في مناطق عدة من البادية والسهول الشرقية، كذلك الحال جبال الشراء، مع تحذير من تشكل هذا الصقيع صادر عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية. تدريجيا مع ساعات نهار غد الخميس هنالك انخفاض متوقع في درجات الحارة، كذلك الحال فرصة مرجحة لهطول زخات متفرقة من المطر في العديد من المناطق مع ساعات الظهيرة والعصر. أيضا هنالك تحذير خاص بالانزلاق على الطرقات في حال هطلت هذه الأمطار صادر عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية. بمشيئة الله هنالك توقعات بمنخفض جوي يجلب أمطارا عامة وشاملة إلى المملكة، متوقع أن يشكل دفعة قوية للموسم المطر الحالي. يبدأ مع ساعات فجر وصباح الجمعة ويمتد حتى ساعات فجر وساعات صباح وظهيرة يوم السبت بعد مشيئة الله. أما من خلال خرائط الضغط الجوي السطحي المستلمة لدينا هنا في طقس العرب، هنالك نشوء لهذا المنخفض الجوي إلى الجنوب من تركيا. هذا المنخفض الجوي متوقع أن يكون عميقا في مركزها السطحي، وبالتالي يكسب للفعالية الجوية شدة بهذه الفعالية من ناحية الأمطار وناحية الرياح المرافقة له. يتحرك هذا المنخفض سريعا نحو حوض جزيرة قبرص ليؤثر على المملكة تدريجيا مع ساعات فجر وصباح المملكة صباح الجمعة، عندما يتمركز إلى الغرب من الأراضي اللبنانية، مترافق بجبهة هوائية باردة تمتد في كافة مناطق بلاد الشام وصولا إلى الأراضي المصرية. هذه الجبهة تعبر تدريجيا مع ساعات نهار الجمعة، تساهم بازدياد وزخم شدة الفعالية الجوية، وبالتالي هطول أمطار عامة وغزيرة بدءا من المنطقة الشمالية تمتد تباعا إلى باقي المناطق، مع هبوب رياح نشطة إلى شديدة تقترب في سرعتها من حاجز 100 كيلومتر بالساعة. تدريجيا مع ساعات مساء الجمعة يتحرك هذا المنخفض الجوي نحو الداخل السوري وغرب العراق، وتعبر هذه الجبهة الهوائية الباردة. هنالك اندفاع لتيارات غربية رطبة خلف هذا المنخفض الجوي، وبالتالي استمرار الفعالية الجوية مع ساعات مساء ومنتصف ليل الجمعة على السبت ونهار السبت على شكل أجواء باردة وضبابية، مع فرصة لزخات متفرقة من المطر تغزر أحيان في العديد من المناطق بعد مشيئة الله. أما التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان خلال الثلاث أيام المقبلة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة نهار غد الخميس 11 مئوية فقط، مع انخفاض مقارنة بالأربعاء. بداية محتملة لهذا المنخفض على شكل أمطار محتملة في المنطقة الشمالية مع ساعات منتصف الليل، تمتد هذه الفعالية وتشتد مع ساعات صباح الجمعة بمشيئة الله. أجواء عاصفة وماطرة بغزارة متوقعة نهار الجمعة، مع عظمى 8 درجات مئوية فقط في العاصمة عمان، أقل من ذلك في المناطق الجبلية. تدريجيا هنالك تراجع بالفعالية الجوية باتجاه نحو منتصف ليل الجمعة على السبت، وتوقع استمرار هذه الفعالية بشكل أضعف يوم السبت على شكل أجواء ضبابية باردة مع هطول زخات متفرقة من المطر. تدريجيا مع ساعات مساء السبت هنالك نهاية واستقرار تام للفعالية الجوية، مع تشكل واسع للضباب في العديد من المناطق. أهم مميزات هذا المنخفض الجوي نلخصها بهذه المعلومات: هنالك أمطار غزيرة في مختلف المناطق ودفعة قوية للموسم المطري بعد مشيئة الله، هنالك رياح قوية تقترب في سرعتها من حاجز 100 كيلومتر بالساعة في العديد من المناطق، لا توقعات بثلوج وتساقط ثلجي خلال فترة تأثير هذا المنخفض في عمان والمدن الأردنية. هذه آخر المعلومات حول المنخفض الجوي. كان معكم الدكتور أيمن صالحة من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. دمتم برعاية الله.